ربط شاشة. ماش دربوا علي يا جماعة قولت في هذا اليوم نحن فرع جهاز الحرس البلدي وادي الحياة نقوم بإعدام المواد التالفة التي جمعناها من محلات عديدة في مركز البلدي مركز الحرس البلدي الغريفة ومركز الحرس البلدي شرمة، وهنا نقوم بتعبئتها في السيارات لنقوم بحرقها بعد قليل إن شاء الله، وإن شاء الله رب يعيننا على فعل الخير، وإن شاء الله هذا واجبنا ونقوم به باستمرار إن شاء الله، والعملية مستمرة بإذنه تعالى.